لكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم جنات. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الكيكة كتعجب الدراري الصغار بزاف وحتى الكبار، وسهلة وفيها المقادير سهلين بزاف على بركة الله. أول حاجة كنحتاجو الطحين، طحين ممتاز، طحين مزيان، يعني كتاخدو داكشي داك الكمية اللي غتكفيكم. معليش نقول لكم أنا العبار، يعني غديرو داكشي اللي غيكفيكم، كل واحد والمول اللي عنده. كنحتاجو واحد ربعة البيضات، تنحتاجو واحد جوج خمارات الحلوة، واحد الفاني، كنحتاجو واحد النص تاع كاس تاع الكاس تاع الزيت، يعني ما يكونش عامر، غير النص. كنحتاجو واحد جوج معالق ديال الخل، وسنيدة، سنيدة الا بغيتو تعبروها عبروها بالكاس ديال العنبة. انايا كندير غير داكشي اللي سميتو، ما كنبغيهاش تجيني حلوة بزاف. وكنحتاجو كاس د الحليب، كنحتاجو كاس د الحليب قد هذا ديال العنبة، قد هذا. يعني غادي ان شاء الله غادي بسم الله على بركة الله. اول حاجة كندير هاد القبيسة د الملحة، نسيت البنات ما قدمتها لكمش، قبيسة د الملحة. ندير واحد الفانيا، سكر، بسم الله. هانتوما البنات، من بعد ما طربنا البيض شويه كناخذوا داك الخل. البنات كناخذوا واحد نص كاس تاع الماء، ضروري الماء غتكون في الكيكه باش تجيكم ناشفه وتجيكم زوينه. ماشي ناشفه بديك المعنى ديال ناشفه، هي غير تجي زعما ناشفه من دوك الزيوت، تجي هشيشه وتجي زوينه بزاف بزاف، وتجي اسفنجيه من داخل. هانتوما غير شويه ماشي بزاف، تقريبا شي 4 المعالق ديال الماء، الزيت، هانتوما البنات. هانتوما البنات كناخذوا واحد الكاس ديال العنبه عامر ديال الحليب، يعني البنات هاد الطحينه هذا راه غربلتو. انا ما بغاش ندير هاد الخمارات هادو في هذا في الطحين، ربما يكون لي ربما يكفيني انا غير واحد شويه ديال الطحين او لا، داكشي باش غنديرهم انا نيشان هنايا فهاد الجيره هادي. ناخذ البنات واحد شويه من هذا العجين هذا ديال الكيكه باش نخلطوا مع الشوكولا.
هانتوما كي كتجي. كتجي اسفنجية زوينة، جربوها الطريقة ديال البنات، تجي زوينة ما غاديش تحشمكم. هانتوما غندير لنا هاد الشوكولاتي. البنات تنفرقوا هاد العجينة هادي، تنحطوا واحد شوية هنا. المول ديالي اصلا راه دهنته بشويه ديال الزبده ودردرت عليه شويه ديال الطحين. البنات نتوما تفننوا بالطريقه اللي بغيتو، نتوما عاوتاني ديرو، المهم ديرو فيها ما بغيتو نتوما عاوتاني. غير هنايا لتحت وما تحركوهاش من الفوق، فاش ديروها فاش تحطوا عليها داك الشيء اللي بقى من الفوق. هانتوما البنات راني غادي نديها دابا نطيبها ان شاء الله وغنتلاقى معاكم. هانتوما البنات هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، تيجي زوين. هانتوما راه تجي يعني دايره في الحجم ديالها، يعني راه كبيره في الحجم ديالها، تجي منفوخه بزاف. و راني غنقطعها وتشوفوا كي دايره من داخل. بسم الله. هانتوما البنات ها شي كي دايره، الشكل ديالها تجي زوينه وما تجيش معجنه. هانتوما البنات ها الشكل ديالها، تجي بنينه في الماكله ديالها. بالصحه والراحه البنات، بالصحه والراحه.